لاعب نادي الزمالك. هو الحقيقة الشوط الأول من الأشواط الجيدة جدا للنادي الأهلي في مباريات القمة، خصوصا من الدقيقة 13 خروج إبراهيم صلاح وعدم نزول لاعب مدافع ارتكاز في وسط الملعب. صبري رحيل ليس لاعب ارتكاز، منح حرية كبيرة جدا لأحمد حسن وشريف عبد الفضيل في الناحية اليمين، واضطر أحمد غانم يدخل يغطي كتير جدا، فبقت فيه مساحة واسعة جدا في الجانب اليمين. مهم جدا ان نادي الزمالك يلعب بثلاثة ارتكاز مش واحد ارتكاز. نادي الاهلي رغم تفوقه 2-1 انما هيندم كتير على الفرص السهلة قوي اللي راحت منه. الشوط الاول كان ممكن ينتهي باوسع فارق في تاريخ لقاءات الاهلي والزمالك لصالح النادي الاهلي لولا الاهدار الغريب للفرص والتألق الرائع لعبد الواحد السيد. انما الشوط الثاني شوط جديد، نادي الزمالك هينزل بمعنويات جديدة بشحن جديد برغبة كبيرة في التعويض، كل شيء وارد مجددا في الشوط الثاني. 2-1 لصالح الاهلي زي ما قلت لكم، شريف عبد الفضيل.